كل سنه وانتي طيبه يا روحي. وانتي طيبه يا حبيبتي. اني عيني على ورق العنب اللي ما بنشوفوش غير من العيد للعيد ده. ما انا لو عندي بنتي شاطره كانت قعدت تلف معايا عشان ليله العيد. ايوه حبيبتي، انا طلعت شاطره وبقيت دكتوره، عايزاني ابقى شاطره في ورق العنب. انا مش متخيله ان السنه الجايه ممكن تكوني متجوزه ومش معانا. معلش بقى يا حبيبتي، سنه الحياه. قولي لي مين جايب الليل؟ اخوكي ومراته وابنه وخطيبك وانا وبابا وعمتك. طب انا احتمال ما افطرش معاكم النهارده، افطر عند عماد ومامته. ليه يعني؟ النهارده ليله عيد وانا عايزاكي معايا. تحب اكلمه هو وامه؟ لا لا يا ماما، هو عايزنا نفطر معاه في البيت بقى، معلش. وبعدين كلنا نبقى مع بعض بكره. انت قررتي يعني؟ صدقيني انا ما قررتش حاجه، انا حتى لسه مش عارفه انا هلبس ايه ولا هعمل ايه بالظبط. طب ما تسيبيه هو يفطر مع امه. افكر. حاضر. طب لفي بقى عشان انا عندي ميعاد مع الكوافير بعد الظهر وخايفه اتاخر. انت مش جايه معايا بكره ولا ايه؟ لا طبعا، انت عروسه وانا مش هبقى فاضيه قبل بالليل. ماشي. مش عارفه الف البتاع ده. الو، تعملي ايه؟ عامله ورق عنب يا اختي، عندنا عيد. كل سنه وانت طيبه. صحيح، تخيلي نسيت خالص ان بكره عيدكم. ايه يا بنتي، انا ارثوذكس مش كاثوليك. الله يا بنتي، انا مش هو يوم 25؟ طول عمرك جهله بنتي، دي جهله بجد. يا بنتي الكنيسه الارثوذكس احنا بنحتفل على السنه القبطيه، هم هناك الكاثوليك بيحتفلوا على السنه الميلاديه. ولما جم حسبوا في التاريخ كده لقوا في فرق في دقائق تقريبا، والدقائق عملت ايام، فبقينا احنا بنحتفل يوم 7 وهم بيحتفلوا يوم 25. فهمت يا جهله؟ هو مش ده نفس العيد يما؟ طبعا يا بنتي. ايه ده، يعني انت خطوبتك يوم العيد؟ اقفلي هدي، اقفلي بجد، مش طالبه تخلف يا بنتي، اكيد حاسبينها عشان تبقى يوم العيد. سلميلي عليها. ماما بتسلم عليكي. الست دي وحشاني قوي، عايزه اعيد عليها. خدي، عايزه اكلمك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا طن، والله وحشاني. وانتي كمان يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه ومبروك لجان. عقبالك يا حبيبتي. على فكره هديل متجوزه. انا اسفه، عقبال عيالك. على فكره هديل مش مخلفه. والنبي يا طن تقولي لها ملهاش دعوه بيا. هشوفك انتي وجوزك. جانا عزمتك؟ طبعا يا طنط، اكيد. فاكره صينيه المكرونه بالبشاميل اللي كنت بتعملها لنا قبل الامتحانات؟ فاكره. ده انتوا كنتوا اشقية. هستناكي بكره. خلصي بقى، هاتيها. خدي. ايوه يا بنتي. مش تيجي تتفرجي على الاكسسوارز بتاعت فستانك يا هبله؟ صدقيني نسيت بجد. لا انا هاجيلك على طول. تعالي علشان الحاجات دي بتاخد وقت وانتي خطوبتك بكره. اوكي يلا هلبس واجيلك. يلا. انتي رايحه فين؟ باي. هقول لك باي. معلش يا حبيبتي، انا عندي حاجات كتير قوي، وبعدين فستان الخطوب عند هديل. انا كنت بقول ان انت هتساعديني. معلش بقى، اعمل ايه؟ ما انت عارفه. خلاص روحي، بس قولي لي هتعملي ايه بالليل. هخلص واكلمك على طول. اوكي اوكي، باي. كده انا معديت النسختين بتوعي. ده القلم بتاعك. ماشي. نسخه الاستاذ حمزه. دي النسخة التانية. ألف مبروك يا حمزة بيه. شكرا. ألف مبروك يا باشا. يا جماعة، أنا كتبت كتابي ولا إيه؟ يلا يا باشا تمشي. تحت أمرك حمزة بيه. شريف، أنا قررت إن أنا أعمل ميتنج للكرو بعد بكرة بإذن الله. ما عنديش مانع، بس حطي في بالك إن إحنا مستعجلين جدا، البرنامج عندي على خريطة. منين أنت ناوي تعرض إمتى؟ 20 يناير. يعني في وقت، ما تقلقش. مش عايزك تقلقي برضه من موضوع مهم قوي. انت البرنامج يعتبر شبه مكتمل، لان انا كان عندي بروديوسر تاني كان ماسكه من قبلك، بس طبعا دلوقتي انت المسؤوله تماما عن البرنامج. بس بريحك شويه وبفهمك يعني انك مش هتتعبي قوي. يا شريف، صحيح مين النسوان اللي هيشتغلوا معايا في البرنامج؟ نسوان؟ النسوان يا باشا، ما فيش حد هيشتغل معاك. سعادتك ليك فقره لوحدك وهم ليهم فقره لوحدهم. ايوه، مين هم بقى؟ فوزيه العقاد وماهي شوقي. ايه ده؟ العك ده، دي نسوان واطيه جدا، ناشفين وعجر. انتوا عارفين ماهي شوقي دي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه يا استاذ حمزة؟ جمالات. كانت متضايقه من اسمها، راحت غيرته. انا كنت اعرف عمها الله يرحمه، راجل كويس جدا. تقدري تقولي هو الراجل المحترم الوحيد في العيله الوسخه دي. والله يا باشا انت مالكش حل، فظيع. جبار. بنت خلاصي. طيب يا باشا، احنا كده نعتبر منتهيين من كل حاجه ومفيش اي مشاكل، وخمس دقائق بالظبط وان شاء الله هتكون الدفعه بتاعت ساعتك الاولانيه جايه لك لغايه عندك. بس انا ليا عند حضرتك طلب صغير. اؤمر لو اقدر. عايزين نعمل برومو للبرنامج.
ايوه ما انا عامل حسابي اجي مع ايا بكره. لا 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 النهارده. احنا هنستهبل ولا ايه؟ ليه يا باشا بس كده؟ الله انا ما اعرفش اي حاجه على الموضوع، انا ما اعرفش اسم ام البرنامج ده ايه اصلا. لا حضرتك فهمتني غلط، انا قصدي يعني ان احنا هنقول ان حمزه البسيوني معانا في القناه بتاعتنا بس مش اكتر من كده. طب ما دي سهله خالص ما فيهاش مشكله. انت تخلصي. بتمنى طبعا ان انت تعمل برومو، ده سبق طبعا ان انت موجود معانا في القناه وفرصه ان احنا ننزل ببروموشن كبير جدا ليك قبل ما يبتدي البرنامج. والله العظيم ده طلب شخصي من حمدي بيه رئيس القناه شخصيا. يا جماعه انا مش جاهز، ده انا حتى مش حالق دقني. يا باشا دي ما تشيلش همها خالص، احنا هنا عندنا ستايلست كوافير ماكير كل حاجه، وبالمره اتعرف عليهم يعني. عشان خاطرك انت. وانت بس. ميرسي يا باشا. بس بجد برافو عليكي انك اتكلمتي بالطريقه دي. تصوري قالي لنا مش شبه بعض. حقير. عارفه اوقات كتير بحس وانا قاعده مع ابويا وامي اني بموت فيهم. احيانا بحس اني مش طايقه اسلوبهم وارجع تاني ترمي في حضنهم. مش لوحدك، كلنا كده. انا في حاجات كتير قوي في ابويا وامي ما بحبهاش بس بحبهم طبعا. في ابوك وامك يشرفوكي قدام اي حد. مش بالشكل يا هبه، انتي ابوكي وامك مهتمين بيكي، ابويا وامي لا. منكرش طبعا ان هم ربوني كويس بس في الاخر بيقولوا لي ايه؟ عايز تعملي الصح برافو، عايز تغلطي غلطي بس في الاخر انتي المسؤوله. بس ده احساس حلو جدا. مش في كل وقت بجد. انا نفسي في حد يخوفني، حد يقول لي لا مش بس يصاحبني. تخيلي ان انا ابويا عمره ما ضربني، عمره ما منعني من حاجه. انتي بتضحكي على ايه؟ انا بجد نفسي في كده. ابويا عمره ما حسسني في يوم من الايام ان نفسه يشوفني عروسه او انه نفسه يشوف ولادي مثلا. هبه لو كنت حسيت بكده في يوم من الايام كانت حاجات كتير في حياتي اختلفت. اول ما يدخل هتحس ان انا عارف نفسي بالظبط. وريني تم او تفاصيل وش ده حلو. خدنا الكلام وده كمان حلو. بص لا في كادرات ضيقه، انا عايزه الباك جراوند تبان شويه، ما ينفعش الكادرات الضيقه. اوكي اوكي يا فندم ميرسي قوي، شغل حلو قوي ما شاء الله. بقول لك ايه؟ أنا كنت عايز أقول الكلام اللي في السكريبت ده. مش هيرضى. طب أجرب. أنت حر. هتشوف. هاي يا جماعة إحنا جاهزين. بص. ادخل عليه سنة. تمام. يلا يا جماعة وريني كده يا أستاذ حمزة كده وشك في الكاميرا أبص عليها. أوكي كده تمام. عبد الرحمن مرسي قوي. شكرا. يلا يا جماعة. مساء الخير. انا سامح مخرج البرومو ده. انا متاخر يا سامح. اسفين يا استاذ، ممكن حضرتك تقول الكلام ده؟ وريني. حلو قوي. هو حضرتك الكلام ده؟ هو ده بس؟ هو ده بس. حبيبي ميرسي. اوكي. صور يا ابني واخلص. أنا مش جاي أعمل لكم برومو هنا للبرنامج، أنا مش هقول ولا كلمة. أنا جاي أعمل برومو لوجودي هنا في أم القناة بتاعتكم دي، يلا. إعمل لحمزة بيه عايزه يا سامح. طب أوكي. ممكن حضرتك تقول انتظروني على قناة النهار؟ طب بقول لك طب ما تحزم أحسن وأرقص ولا زغرط. طب حضرتك عايز إيه؟ شغل يا ابني الكاميرا. يلا واللي انا هعمله هو اللي انت هتصوره. اخلص. اعمل يا سامح اللي استاذ حمزه عايزه زي ما قال بالظبط، بلاش تجرب. طب ممكن حضرتك تحط ايدك في جيبك كده او تحط ايد على ايد، ايه رايك؟ انت اهبل يا ابني، هو انا جاي عشان احلل لكم ماتش كوره؟ اعمل اللي حضرتك عايزه. ما قلت لك بلاش تجرب معاه حاجه. هو انا شغال هنا مخرج ولا انا شغال ايه؟ اعتبر نفسك حاجه تانية النهارده، مش لازم مخرج. يلا
اوكي انسى يلا امشي يلا انا كنت بحترمك بالعافيه امشي اه بالراحه على الشباب يا حمزه بيه كده مش هينفع برضو قول المصور اللي هناك دوت صورني من بعد وبعدين يقرب الكاميرا وتكتبوا انتوا ها قريبا حمزه البسيوني يا ده انت فنان بقى ده انا ابو الفن كله طب ام الفن جبتها معاك اه شفتي مين اللي بيبدا بالغلط وبنرجع نزعل يا بتاعه الهنقلايز يا السفله الله يسامحك هعديها لك المره دي يلا قول مر اقول ايه قول يلا انتظروني على قناه النهار ما قلت اه حاضر يلا انتظروني على قناه النهار يا سلام لا طبعا مش هينفع كده بعدين انت واقف كده ليه مخشب واقف يا استاذ افتح لي جاكيته افتح دي حط ايدك في جيبك هنا اهو ايوه خليك واقف انتظروني انتظروني يلا انتظروني قريب حمزة البسيوني سنة وانت طيب يا حبيبي وانت طيبة السنة الجاية تبقى في بيتك انت وعروستك هو الصريخ ده كله عشان الميه؟ الله! أمال أنا هشرب منين؟ ما تشربي من الحنفية، أنت هتقرفيني ليه؟ أنا أشرب من هو أنا ما ينفعش أطلب منك أي حاجة؟ ما ينفعش تعمل أي حاجة؟ وأعمل أنا ليه؟ أمال أنت دورك بتعملي إيه طول النهار؟ الله! يا أخي أنا بشتغل! ما أنا كمان بتنيم بشتغل! بقى كده! أنا غلطانة إن أنا بطلب منك أي حاجة، عارف؟ أنت شخصية أنانية، امسك! أنا اللي أناني ولا أنت؟ حد يصحي جوز المنظر ده عشان كوباية مية؟ ده إيه القرف ده؟ قرف انا اللي قرف انا اشرب بالحنفيه ايه سيف صباح الخير صباح النور ازي حضرتك الحمد لله دي هنا زعلانه جدا ان حضرتك ما جيتيش امبارح هي فين جوه اتفضلي في اوضتك ميرسي اتفضلي
ممكن أدخل؟ أنا آسفة. أصل أنا النهاردة خطوبة واحدة صاحبتي، وإمبارح كنت مشغولة معاها طول اليوم. ما كلمتنيش ليه إمبارح وقلتلي إنك مش جاية؟ في دي عندك حق، بس أنا نسيت تليفوني في البيت واتشغلت في 70,000 حاجة ومعرفتش أجي خالص. خلاص بقى ما تزعليش عشان خاطري. ماشي خلاص، زعلانة. تمام. أوبس. إيه ده مالك؟ معلش ممكن أطلب منك طلب؟ قولي عادي اطلبي. ممكن تديني باد عشان أنا نسيت أجيب واحدة زيادة معايا في الشنطة؟ باد؟ ما أعرفش. يعني إيه ما تعرفيش؟ وانت مش جاتلك البيريد؟ مش بحب اتكلم في الموضوع ده. هاتيلي باد بسرعه بقى، ما تبقيش غلسه. ايه ده؟ انت مالك ماسكاها كده ليه؟ مش بحب اتكلم في الموضوع ده، وبعدين انا بقرف قوي. ماشي يا ست. انتي عارفه يا هنا، انا اول ما جاتلي البيريد اتبسطت جدا، حسيت كده ان انا كبرت وان انا قريب ممكن جدا ان ابقى ماما. هي طبعا سخيفه وغلسه ومقرفه ومتعبه، بس في حاجه حلوه. اول يوم جاتلي البيريد فيه كنت في المدرسه، اتسرعت على عمري، جريت على المدرسه، قعدت تضحك عليا عشان انا كنت فاكره ان انا في حاجه غلط ولازم اروح المستشفى. تخيلي. بصي يا ساره، انا اصلا بقرف من الدم، مش بحب شكله. قولي لي مالك يا حبيبتي؟ مفيش. طب ما تطلعي تقعدي معايا بره شويه. شويه كده. طب اقول لك على حاجه، تيجي نروح المطبخ نعمل صينيه كيكه حلوه ونحلي بقنا عشان اخرجك من الموت اللي انت فيه ده. هو فعلا موت. شفتي انا بقولها صح ازاي؟ يلا بينا. تعالي. يلا حبيبتي. يلا قومي هاتي ايدك. فكرة حلوة يا انجي. انجي صح؟ اه صح. ميرسي قوي يا فندم، بس هو المفروض اعمل ايه بعد كده؟ المفروض انك تبتدي كتابة، وسامحيني مش همضي معاكي غير لما اشوف على الاقل فصلين تلاتة منه، ولو اسلوبك في الكتابة زي اسلوب المسود ده اللي انا قريته شهور همضي معاكي. لا ان شاء الله الكتاب يبقى احسن من المسود ده بكتير. مش عايز احبطك، الكرسي اللي انت قاعده عليه قاعد مكانك ناس كتير كان عندهم افكار حلوه، يجوا يكتبوها في كتاب تطلع مش حلو. يعني هعمل كل جهد. انت وشطارتك. ممكن اطلب حضرتك طلب؟ يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامل لي الفطار. اتنين بيض سامي سايد اب، اتنين بانكيك، واخد لي بالك انت؟ ولما انا اعمل لك الفطار انت هتصحي تعملي ايه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني ايه؟ الفطار جاهز اهو، خش دوسي. ما انا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خشي انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مفيش فايده عليه. نعم عن اذنك.
والله حلو الفول. تعالي بس تعالي تعالي، انا هقول لك حاجه كويسه. بصي انا نويت اعمل كيكه النهارده علشان نحلي بقينا كده، اصل انا شفت البرنامج ما اعرفش اسمه ايه، انما الواحد لما يكون زعلان يعمل حاجه حلوه وياكلها تبص ليه يبقى مبسوط ومفرفش. بس انا مش زعلانه يا ماما، انا تعبانه بس. انا فهمك من عينيك يا بنت بطني. يلا روحي هاتي الدقيق والبيكنج باودر والفانيلا. فانيليا؟ ماشي عندك. اتفضلي. فين البيكنج باودر والفانيليا؟ روحي هاتيهم. هتقعوا فين؟ عندك في الدولاب. ايوه يلا حطي الحاجه مع بعضها بقى وروحي هاتي المضرب. شكلك كده مش عايزه تساعديني. ليه بس؟ ما انا اهو. يلا حطي الحاجه كده اهو بقى، يلا واضربي ال واضربي الكيكه كده والعجينه، وريني الشطاره والحلاوه كده. سبحان الله كل حاجه لوحدها تلاقيها يا مسخه يا حلوه، تخلطيهم على بعض يطلعوا في الاخر حاجه حلوه كيكه. ليه بس يا امي؟ ما دي كيكه يعني. ما عامله زيك يا مضروبه، شبهك. ما هو انت كده حياتك كلها فيها الماسخ وفيها الحلو، لخبطيهم على بعض هيطلعوا في الاخر حاجه حلوه. انت جايبه الحكمه دي منين يا امي؟ من السوق يا بنتي. الحكمه من عند ربنا، دي ضاله المؤمنين، ملهاش دعوه ولا بيتعلم ولا بجاهل. انت مش جاهله اختي، في نظر الناس جاهله، يا دوبك ست بتفك الخط، وابوكي برضو كده. يلا يلا روحي هاتي الصينيه عشان نحط الكيكه فيه. يلا. ملعون ابو اللي يزعلك، الهي ما يوعى، الهي يتشل، الهي ينام. خلاص يا امي، ده زمانه مات. هو مين بقى؟ الله، انت ست لقينا بقى. انا لقينا؟ هو مين بقى؟ وحشريه. ما كنت حالا حكيمه بقيت شريه كمان. حكيمه واحيانا حشريه. بقول لك إيه؟ لا في كيك ولا ما كيكش، تعالي تاني. ايه دي؟ بصي ان ما قلتليش هو مين، تعالي بقى انا هوريك اذا كنت حشريه ولا لا. تعالي قولي يا بنت هو مين بقى. على فكره في جثه جنبك بقالك 3 ساعات سايبني وبتبص على التاني. بصي حاجه تجنن، حاجه تجنن، بنت سنها ما يتعداش ال 20 سنه، واحده شمال. بصي كاتبه ايه على الفيسبوك؟ الشمال دي. صحيح، ده انا نسيت ان انت ما حضرتيش شمال لما نزلت. نزلت؟ شمال دي لو واحده ست تبقى ست مش تمام. لو راجل يبقى مش تمام خالص. كاتبه ايه بقى الشمال؟ بصي، ثقة الأب في ابنته في ابنته وإشعارها بهذه الثقة تجعلها تتجنب الأخطاء. طب والله محترمة. يعني اللي هي بتقوله ده يبين إن الجيل الجديد عنده فكر. جيل إيه؟ جيل إيه؟ أنت عارف البنت دي بالذات كانت مع محسن امبارح في الفندق. ده جيل ياخدنا البحر ويجيبنا عطشان، ده أنت نفسك ما تعرفيش تتعاملي معاهم، تقولي لي جيل؟ ليه كده؟ ليه التعميم ده؟ مش تعميم ولا حاجة، بس يعني الناس المحترمة بقوا قليلين ما بيبانوش دلوقتي. بصي سيبك من الكلام ده، اديني سبت الفيسبوك اهو وعايز اسالك سؤال بقى. انت ليه بتكرهي مرتضى قوي كده؟ عشان حبيته قوي، وعلى قد ما حبيته كرهته. الفضول خلاص هيفط من عينيك. طبعا الفضول هيفط وهموت واعرف. لا مش طبيعي، مش مظبوط كده. ازاي يعني؟ كان بيعمل ايه؟ يعني عايزه اقول لك مثلا ان هو كان كل ما يجي ينام معايا يضربني. كان عنيف جدا، بيعمل حاجات غريبة قوي في الجنس. يعني بالوقت كده اكتشفت انه مش مظبوط، سادي يعني. سافرنا برا وحاولت ان انا اعالجه اكتر من مرة بس. تعالج؟ هو ما كانش عايز يتعالج اساسا. بعدين بقى انا عايز اقولك مفاجأة بقى، الموضوع اللي بوظ الدنيا خالص ان انا مرة راجعة البيت بالصدفة الشديدة لقيته نايم مع مرات انتيمو وشريكو. يا نهار اسود، عملتي ايه؟ ولا حاجه، ضربتهم هما الاثنين ولميت حاجتي وساومته على الطلاق. واكتشفت بقى بعد شويه ان هو نام مثلا مع 3-4 اصحاب. يعني خسرني كل حاجه. يعني هو من الاخر كده مرتضى شمال زي صاحبتك دي. انا اسف لو كنت خليتك تحكي وضايقتك. لا لا، انا بحكي لك بالتفصيل عشان انا مش عايزه هديل تحس اللي انا حسيته. انا مش عايزه هديل تحس ان الجنس هو اللي بيحركك يا سيف. تحس دي لازم تكون حاسه ومتاكده ان الجنس اهم حاجه في حياتك. ايوه، ما الجنس اهم حاجه في حياتنا كلنا، بس ما تبقاش حيوان يعني. الحقيقه مش عارف ازاي بتكلم معاكي كده كانك واحد صاحبي. ده انا بتكسف اتكلم مع محسن او
او فوزي في الكلام ده. على فكره هو ده الطبيعي، انك تتكلم مع واحده صاحبتك ست على مراتك، مش تروح تتكلم مع واحد صاحبك، والعكس صحيح كمان، هي تتكلم مع واحد راجل احسن ما تتكلم مع واحد ست. يا سلام، لا طبعا العكس مش صحيح. ايه يعني؟ ايه يعني انت ما تقبلش ان مراتك يبقى عندها واحد صاحب؟ طبعا لا. ايه ده الازدواجيه دي؟ طب ما انا صاحبتك. ايوه دي مش ازدواجيه، انا محترم واثق من نفسي وواثق فيكي وعلاقتنا محترمه جدا. يا سلام، مش عارفك ان مراتك مش هتروح تعرف واحد محترم. وانا اعرف منين؟ اضمن منين؟ بصي غير الموضوع احسن. لا ما تهربش. ليه بتهرب؟ ليه بهرب؟ ليه سميتيه هروب؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لازم تتعلم تواجه يا سيف. انا بس قلقانه ان انت علاقتك بهديل تبوظ كده، بجد مش هينفع. انت عايزاني ابقى عارف ان هديل مصاحبه واحد وبتكلمه في خصوصياتنا وفي علاقاتنا واقعد ساكت كده عادي؟ لا لا، بغض النظر عن الموضوع ده، عشان هقعد اقنعك من هنا للصبح مش هتقتنع. لا بتكلم عموما، انت لو فضلت ماشي في الطريق ده علاقتك بهديل هتنتهي. انت عارفه يا انجي، لو كان الجواز ده لي مانيوال كان الواحد مشي عليه وارتاح. مانيوال؟ يا سلام، وانبسطتي قوي لما قلتي مانيوال. بص انت مش تروحني بقى؟ انت ايه رايح فين اساسا؟ انا ما وريش حاجه. طب ايه، امال فين هديل؟ هديل معزومه في خطوبه واحده صاحبتها. طب وليه ما رحتش معاها؟ ماليش نفس. يا ابني الست بتفرح لما تروح معاها المناسبات اللي زي دي. تبقاش شمال بقى. بنت، احترمي نفسك. والله شمال. حبيبتي حبيبتي كويسه وحشتيني. انت كمان. ايه لسه بتعمل نسوان ولا بطلت؟ نسوان ايه؟ يخرب بيتك، انا اتجوزت دلوقتي وعقلت وكده. ايه دي؟ ازيك يا ايه؟ انا كويس، انت وحشتيني موت. وانت كمان. فاكريني الواد ده كان نزل زمان ازاي؟ كان بارد 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 رخم، ما كانش فيه رخم غيركم على فكره. ما عدا البنت ايه والبنت هبه حبيبي. سلام. امال هي فين؟ هبه عندها شغل. شغل؟ طب انا في البوفيه. يا ولاد هتعملوا عقد ولا لا؟ لا يا ابونا مش هنعمل جبنيول. انا وجان متفقين على كده، اللي بنا اكيد اكبر من اي عقد. سامحني يا ابني، انا كان لازم اسال. في ناس لازم يعملوا عقد، البيوت بيت كلها مشاكل وفي جوازات بتبوظ على اهون سبب. ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا. طيب قبل بقى ما نصلي على الشبكه، انا عاوز اقول لكم كلمتين مهمين. الخطوبه يا اولاد اهم مرحله في العلاقه بين اتنين مقررين يتجوزوا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض، مفيش كذب مفيش تمثيل، ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم. يعني ما تبقاش الحياه كلها كده خروج وعزومات وخلاص. فاهم يا عماد؟ فاهم يا جان؟ ربنا بيقول يا اولاد ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعبوا البناؤون. يعني لازم تكونوا على حقيقتكم وتكونوا صرحه مع بعض، ولازم سلام المسيح يملى بيتكم. متفقين؟ لا اسمعها منكم يا اولاد. متفقين طبعا. متفقين طبعا. دلوقتي بقى نقدر نصلي. الشرق منين يا اولاد؟ من هنا يا ابونا، الاتجاه كده. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. ايوه ايوه، ازيك اصلا؟ ازيك انت اصلا؟ انت فين اصلا؟ مع اصحابي اصلا. اوكي، انت لوحدك؟ جوزك مش معاكي؟ لا. انت فين؟ انا مستني مراتي في العربيه، هخرجها شويه هي والولاد. طب حلو، انجوي بقى، هكلمك تاني. وانت كمان. بسم الله. امين. في ايه؟ كنت بتكلمي من سيف؟ لا. نايس قلتيلي. قابلتي تاني؟ اه. مبسوطة؟ والله يا بنتي يا سارة سو فار مبسوطة. حلو. وانتي على طول حلو مبسوطة. طب يا هجيل خلي بالك على نفسك بقى، عشان ابتديت اخاف عليكي بجد. يعني ايه؟
يعني خلي بالك على نفسك من الناس. في ايه؟ ما هي كبيرة وشحطة، هي بتعرف كل حاجة. اه صحيح. افهمها لك تاني، خلي بالك على نفسك من النايس. لازم يبقى نايس قوي. انت فاهمة حاجة؟ لا ولا انا. امال البت دي بتتكلم ليه؟ شكله موضوع خطير. خطير؟ يا هبه انت فاكراني عايزه انام معاك؟ يخرب بيتك تنامي معايا، مش خطير للدرجه دي، هو انت صوتك حلو الناس. ماشي يا هبه. قلت السر عليه؟ لا. شفتي؟ هو بيشتغل ايه بقى؟ يا بنت هو انا هتجوزه؟ مالك يا حبيبتي؟ محسساني امي قاعده عماله بتنصحني في ايه؟ اه انصحك عشان انت ما عندكيش خبره خالص في الحاجات دي. بمعنى؟ بمعنى ان انت من ساعه ما وعيتي على الدنيا ما تعرفيش غير سيف. كل الرجاله بالنسبه لك هم زي سيف. لا هم مش زي سيف، في ناس تانيه خالص ورجاله تانيين بالمعنى اصح اسمهم رجاله زباله. انت فاهمه حاجه؟ لا ولا انا. امال دي بتتكلم ليه دلوقتي؟ انت بتتكلمي، انت حوشي يعني رايحه لي براجل وراجعه لي براجل؟ حوشي الخبره اللي ما شفتك مره صاحبتي مره. اسكتي اسكتي، زهقتيني. هو الواحد لما يجي يقول لك كلمه يعني بصراحه ولمصلحتك تقومي تديه كلام زي الدبش؟ بعدين انت تعرفي عني ايه؟ تعرفي انا مصاحبه ولا لا؟ اتجوزت ولا لا؟ ما تعرفيش عني حاجه خالص. ايه ده؟ انت مش هتحكي لنا؟ بخاف من الحسد. حسد؟ وانت كمان ما بتحكيناش؟ عشان بحكي لك يا حبيبتي كل حاجه. طب امال انا بحكي لها ليه دلوقتي؟ عشان عبيطه. طب وحياة امي ما حكي لك حاجه تاني. بس بقى بس كفايه نقر. مش العروسه حلوه ازاي؟ يلا يا اولاد عشان تلبسوا الدبل. مبروك يا عريس. مبروك تعالى مبروك يا عريس. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسة. مبروك. دول صحباتي يا ابونا. وزي اخواتي. ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم وتتجوزوا. هم بقى لان انا خلاص اتجوزت الحمد لله. ادعي لها يا ابونا. ربنا يحل بسلامه على بيتك انت وجوزك يا بنتي. انت بتصلي يا بنتي؟ الصلاه مهمه قوي. الانسان اتخلق بطبعه علشان يبقى فيه علاقه مستمره بينه وبين ربنا. تعرفي يا اولاد انا في كلمه بحب اقولها دايما، انا هفضل اصلي مهما حصل لي، لو تعبان او فرحان. صلي يا بنتي وخلي جوزك كمان يصلي معاكي. يا اولاد الحياه مع ربنا حلوه قوي. انت عارف يا ابونا أنا مسلمة. ما أنا عارف إنك مسلمة. تعرفي أنت بقى؟ أنا حبايبي وأعز أصدقائي من قبل ما أبقى كاهن مسلمين، ولغاية النهاردة إحنا أصحاب وحبايب. إحنا كمان كده مع بعض بالظبط يا بول. ربنا يديم المحبة دايماً بينكم. ما تقولوا أمين. آمين يا رب. آمين. شايلني عريس. اتفضل يا بول. يا دبلت الخطوبة عقبالنا كلنا، ولبنيته بطوبة في عز حسين.